نظم العشرات من عقود الجامعة التقنية الشمالية في نينوى وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة ببقية الوزارات، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ هذا الملف على محمل الجد. احنا عقود التعليم العالي تتجاوز اعدادنا ال 22 ألف عقد في وزارة التعليم العالي بين تدريسي وإداري. بعد أن تم إنجاز قوائم الأسماء والداتا الخاصة من قبل الجامعات وتم رفعها إلى معالي سيد وزير التعليم العالي وتمت المصادقة عليها، نلاحظ وجود تلكؤ من قبل وزارة المالية بإصدار قرار التثبيت. لذلك نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وحسم موضوع تثبيتنا دون قيد أو شرط. كافة عقود التعليم العالي نطالب بالتثبيت عقود التعليم العالي دون قيد أو شرط. مضى على تعاقدنا مع الوزارة أكثر من 10 سنوات، حالياً إحنا عقود جامعة التقنية الشمالية الكثير من عندنا تجاوز 10 سنوات. مطلبنا وقفتنا اليوم هي المطالبة بتثبيتنا على الملاك الدائم على موازنة 2023 أسوة بباقي الوزارات. وجودنا وحضورنا بالدوام مو شكلي ولكن أساسي. من ناحية الأمور الأخرى كل الدوائر ثبتت، الكهرباء قبلنا ثبتت، التربية ثبتت، الموضوع قانون، هو أصلاً قانون مجلس وزراء، عما حصلنا عليه مظاهرات وطلعنا لبغداد، عما جبنا الموافقات يعني طلعنا الروح وصرفنا وأدينا، وبنفس الوقت هسه صرفونا هذا الراتب. هل واحد من المسؤولين يقدر يعيش بهذا الراتب؟ أو هل أحد أولاده يكفي هذا الراتب؟ احنا بالنسبة لنا إذا كنا من ضمن هذا الشعب فلنا حقوق، إذا كنا خارج هذا الشعب انطونا تصريح وفيزا عامة خلينا نطلع، لأن وضعيتنا تعبنا، والله تعبنا. نطالب مجلس الوزراء أن ينظرون لنا بعين أبوية مثل ما يقولون، وأن يشوفون المشاكل والمعاناة اللي نعانيها احنا كعقود، ونريد نحل هاي المشكلة وتعيننا على الملاك الدائم أسوة بباقي الوزارات ومساواة بأقراننا الموجودين إن شاء الله.